مساء الخير. في هذه النشرة: مجلس التمديديين يولد غدا، القوات تشارك، الكتائب تقاطع، وعون يؤجل موقفه. ذكرى عاشوراء لم تمر على خير في السعودية، ونصر الله يصف ما تحقق في سوريا بالانتصار الكبير. حمص بوابة داعش إلى لبنان. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع يزبك وهبي وديما صادق. مساء الخير. بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال ولايته، يتجه المجلس النيابي للتمديد لنفسه غدا للمرة الثانية. فلكل من فاته خلال 5 الأعوام و5 الأشهر الماضية التمتع بالمواقف الفذة للنواب الكرام، العرض متواصل في ساحة النجمة، لكن المهزلة لا تنتهي هنا. فالأسباب الموجبة للتمديد تقدم بها النائب المشطوب من جدول نقابة المحامين وصاحب مأثرة قصر عدل بعبدة نقول فتوش. في المرة السابقة حاول فتوش إدراج اكتشاف النفط في لبنان كسبب للتمديد، وفي هذه المرة قد يتذرعون بأي شيء وهم يعلمون أن ما من أحد سيصدق ذرائعهم، ما من أحد سيصدق الاعتبارات الأمنية للمروجين للتمديد، وهم أنفسهم الذين قاموا بأفعال واتخذوا مواقف هددت البلاد أمنيا، وما من أحد سيصدق المعترضين على التمديد ما داموا لم يستقيلوا من مناصبهم بعد التمديد الأول ولن يستقيلوا بعد التمديد الثاني. ما سيجري غدا تحت قبة البرلمان ليس إلا تمزيق الدستور وفق تعبير عراب الطائف الرئيس حسين الحسيني، تمزيق سيقوم به من يفترض بهم أن يؤدوا دور المشرعين، لكنهم لم يشرعوا شيئا. وحدها مجموعة من الشباب لم تتعب من إنقاذ ما تبقى من ماء وجه الديمقراطية في هذا البلاد، في هذه البلد، يرفعون لافتات لا للتمديد كمن يدافع عما تبقى من وطن، ويصرخون حرامية ونص في وجه مغتصبي السلطة. للاطلاع على آخر التحركات ضد التمديد ننتقل مباشرة إلى وسط بيروت مع الزميلة رنيم بوخزان. رنيم، يعطيك العافية. نعم ديما، يعني سأبدأ بشعار يقوله المعتصمون هنا: عم تسمعني يا محتل، هالمجلس بده ينحل. هذه هي الرسالة التي جاء هؤلاء الأشخاص لقولها اليوم على بعض خطوات من المجلس النيابي. هم يرفضون التمديد، هم يقولون نحن لنا الحق بالديمقراطية ولنا الحق بتقرير مصيرنا، ولهذا الهدف ينصبون الخيم على يميننا الآن، وهذه الخيم سوف تبقى حتى جلسة الغد. هم سيبتون ليلتهم هنا ويعني يدعون المواطنين للمشاركة معهم بكثافة، إلى جانب أحد المنظمين لهذا التحرك. حسان، أنتوا اليوم رسالتكم لا للتمديد، شو عم بتجربوا تعملوا اليوم؟ شو قادرين تعملوا اليوم؟ رسالة لا للتمديد رفعناها من أشهر لليوم. اليوم عنا رسالة جديدة بتقول لا لجلسة الغد، اللي هي جلسة إذا بدك اغتصاب حقوق الناس، يعني اغتصاب حقهم بالمحاسبة والمساءلة. والتمديد لفشل لمجلس، فشل بكل القضايا اللي على عاتقه، من الأمن للسياسة لمصالح الناس لسلسلة الرتب لكل المسائل اللي فشل فيها. واليوم هو بكل وقاحة نازل يمدد لحاله بكرة. نحن حسن، سؤال: بالوقت اللي الكتل السياسية بغالبيتها موافقة على التمديد، أنتوا كشباب وكصبايا وللناس اللي عم تدعون، شو رح تقدروا تعملوا قبل جلسة بكرة؟ نحن عم ندعي اليوم كل الناس ينزلوا بكرة. نحن كانت الدعوة من بكرة الساعة 9:30 لنزول الناس لتعطيل جلسة مجلس النواب. اليوم نحن نزلنا من قبل بنهار تحضيرا لبكره، هينا نحن موجودين. رح يعني نوضح، انتم بكره بدكم تجربوا تقطعوا الطريق على النواب اللي بدهم يوصلوا للجلسه، صح؟ نحن حنجرب نعطل الجلسه بكل وسائل اللي قادرين نعملها. ديما، قبل ان ننهي اود الاشاره الى انه الى جانبنا يوجد هذا الحائط الذي كتب عليه لا للتمديد، وهذا الشعار يعود للتمديد السابق. يعني نأمل أن يتمكن هؤلاء الشبان من القيام بشيء قبل جلسة الغد.